بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مرشحكم المهندس أحمد بن نافع السناني، من مواليد ينبع البحر، حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1999 ميلادي، وأيضا حاصل على شهادة مدرب معتمد من الجمعية العالمية الكندية للتدريب، وحاصل على دبلوم هندسة نفسية. الخبرات العملية رئيس إدارة الجودة في محطات تحلية ينبع البحر، وأيضا رئيس إدارة التغيير ورئيس تشغيل خطوط الأنابيب بالنيابة في محطات تحلية ينبع البحر. المشاركة الاجتماعية عضو اللجنة العمومية في جمعية البر والخدمات الاجتماعية، وأيضا سابقا عضو مجلس إدارة جمعية البر ورئيس اللجنة الثقافية، أيضا عضو في المجلس الاستشاري للشباب في مكتب الدعوة تبعية الجاليات في ينبع، ورئيس اللجنة الثقافية في مهرجان ربيع ينبع لأربع سنوات متتالية، كان آخرها عام 1431 هجري. برنامج الانتخابي. البرنامج الانتخابي كون من أربع محاور أساسية. المحور الأول الاهتمام بالبيئة من خلال تطوير أساليب الرقابة الصحية على المطاعم لضمان الجودة، وأيضا تطوير عملية نظافة الأحياء. المحور الثاني خدمة المجتمع، وتحدث فيه عن السعي لإيجاد أحياء ومراكز أحياء تشمل الجوانب الاجتماعية والرياضية والثقافية وأيضا الترفيهية، ومن خلال أيضا العمل على تكامل استعمالات المرافق العامة. المحور الثالث توفير الخدمات العامة، وأسعى في هذا المحور لإيجاد بحول الله عز وجل وبالشراكة مع الجميع لإيجاد حلول للخدمات غير الموفرة حاليا في بعض الأحياء من خلال خطة زمنية محددة. والمحور الرابع والأخير تطوير الإدارة البلدية من خلال السعي إلى تطوير الإجراءات البلدية، ومن خلال أيضا تطبيق الحكومة الإلكترونية ومبدأ اللامركزية في الإدارة، وأيضا من خلال إيجاد صيغ للتواصل مع ساكني الأحياء لضمان مشاركتهم للمجلس البلدي في اتخاذ القرارات وتطوير الأجهزة الإدارية للبلدية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرشحكم أحمد نافع السناني رقم 23.